أنا مصاب بكورونا. الموضوع كله عبارة عن فكرة. في الفترة الأخيرة عشنا مع بعض لحظات صعبة جدا وتعلمنا منها حاجات كتير جدا. شفنا أو رحنا مع بعض للمستشفى وشفنا إزاي الطبيب بيتعامل مع المرضى، وكمان رحنا الشارع الصيني زي ما أنتوا شايفين، وشايفين الصينيين إزاي بيتعاملوا في الحدث ده أو الوباء ده، وكمان شفنا حاجات كتير مختلفة وأوضاع كتير مختلفة. بس عمري ما حاولت إن أنا أصور مريض مصاب بكورونا ونشوف إزاي إيه اللي بيحس بيه وإزاي أصلا هو بيتعامل داخل المكان اللي هو موجود فيه. ودي فكرة الفيديو بتاعت النهاردة. معاكم عمرو زغلول من الصين. كانت البداية لما تواصل معي أحد أصدقائي في مصر وقال لي: يا عمرو، أنا والدي مصاب وتحت الحجر الصحي لمدة 14 يوم. فطبعا بعد ما اطمنت على صحة والده قلت له: طب قول لي بقى ازاي بتتعاملوا مع الوالد؟ قال لي: خالص، الموضوع بسيط جدا، اللي احنا مفروض ان هو حاطينه في غرفة لوحده وبنبعد عنه، وطبعا يعني بنقدم له الاكل والشرب وساعات بنتكلم معاه عشان ما يزهقش وكده. قلت له: طيب بتعملوا ايه طيب لما يكون هو هيدخل الحمام؟ قال لي: عادي، لما يكون هو عايز يدخل الحمام بيقول بصوت عالي: يا جماعة أنا داخل الحمام. فالناس بتبعد عن المنطقة دي أو بتدخل بتبعد عن الحمام ويدخل الحمام ويخرج، والأمر عادي وبيكمل يومه عادي. وده حال معظم المصريين اللي موجودين في مصر أو حتى ممكن بعض الدول العربية اللي بتعمل حجر صحي عندها في منزلها. طبعا أنا بالنسبة لي شايف إن الوضع غلط جدا جدا جدا. ليه؟ لأن بكل بساطة ممكن ينقل الوباء بعطسة على في أي مكان هو ماشي عليه، على حتى في المكان اللي بيمسك منه المقبض بتاع الحمام، باب الحمام. يعني ممكن ينقل الوباء بأكتر من طريقة، مش لازم يكون قريب منك عشان يقدر ينقله بس. فعشان كده جيت للفكرة دي اللي أنا أوريكوا إزاي هنا في الصين بيتعاملوا مع المريض. مع بداية ظهور الوباء هنا في الصين وزيادة أعداد المصابين داخل الصين، بدأت الصين تعمل زي مستشفى ميداني، ومستشفى الميداني غرضها الأساسي إن هي استيعاب أعداد أكتر بكتير للمصابين. وأكيد الموضوع ده يعني نشرته كل وسائل الإعلام، سواء في التلفزيون سواء في السوشيال ميديا. اي حد حاول بقدر الامكان يجيب لكم من داخل المستشفى دي شكلها عامل ازاي، او ازاي بيتعاملوا مع المصابين داخل المستشفى دي. وانا النهاردة ان شاء الله حاول بقدر الامكان اجيب لكم زي مصاب كان موجود الكلام ده في شهر فبراير، في شهر 2 عام 2020، كان موجود هناك وكان بيصور يومياته ازاي عايش او ازاي بيتعاملوا معاه. وإجين
20床，然后这什么东西都配置很全的，看到吗？大家抖音上看的传递的箱，这里有，然后还有电视。专门拍一下卫生间，有很多人想问，怎么不拍卫生间？看看，这就是卫生间。我拍拍你们，看看，这是我的午餐。消毒。لو ركزتوا في الفيديو كويس هتعرفوا قد ايه ان الصين كانت بتتعامل بشكل احترافي كبير جدا مع المصابين او حتى اي انسان يشك ان هو مصاب. واتمنى كمان الاسلوب ده يكون اسلوب حياتنا احنا كمصريين في التعامل مع الوباء او حتى الوطن العربي كله، اي انسان تحت الحجر الصحي. بمعنى يعني ما ينفعش يكون في حمام مشترك بيني وبين المصاب، لانه بكل بساطه هينقل لي الوباء، وده بسهوله جدا، ده لو كان مصاب فعلا. وعارف طبعا ان في بلادنا ان ممكن ما فيش الا حمام واحد في البيت، فعشان كده لازم يكون بعد كل مره المصاب يدخل فيها الحمام لازم يكون فيه تعقيم كبير جدا للحمام، ويكون الشخص اللي يعقم ده لازم يكون لابس الجوانتي ولازم يكون لابس الكمامه، ما يحاولش يلمس اي حاجه بايده، لازم يستخدم المياه السخنه ثم المعقمات. وكمان ما ينفعش ان هو الاكل يكون يستعمل نفس الاطباق اللي هم بيستعملوها، المعالق، الكوبايات، الحاجات دي. وكمان ما ينفعش ان انت تكون فاتح الباب وتقول عادي، ما هو عشان يتنفس عشان يشوفنا او عشان الحاجات دي كلها. لازم دي فتره استثنائيه، واتمنى الناس تتعامل بطريقه احترافيه. يا جماعه انا بحاول بقدر الامكان انشر لكم كل الحاجات الممكنه عشان نقدر نساعد بعض، وكمان المفروض حضراتكم كمان تساعدوا الجميع وتنشروا الحاجات اللي انا بنشرها، على اساس اللي احنا كلنا عايشين مع بعض في مجتمع واحد ومصلحتنا مصلحة واحدة. أتمنى الخير لحضراتكم، وأتمنى يكون الفيديوهات اللي أنا ببعتها بجد مفيدة لحضراتكم، ويا ريت لو مفيدة تقولوا لي في التعليقات وتنشروها قدر الإمكان، أو على الأقل تنشروا الفكرة اللي أنا بنشرها. وأتمنى الخير لحضراتكم، وإن شاء الله نشوف وشكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز اقول لكم ان التصوير في الشارع ده امر مرهق جدا، مجرد انت تفتح بقك او تتكلم هتلاقي في عربيات وراك، في ناس بتتكلم، في ناس بتبص لك تشوفك، بتحس ان انت بجد مش واخد راحتك كتير، مش عارف تتكلم كتير، فده بصراحة اعطالي ضغط نفسي كبير.